السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه قرنفيط مقلي بلا بيض. وصفه يعني معروفه ومانيش انا يعني اللي درتها، انا كتعود حاجه دخلت فيها نقول كي عود خاطيتني تسمى ما عرفش شكون مكتشفه تاعها، يعني نحاول بيض جات مليحه يعني قلت نديرها معاكم. يعني درتها قبل. شوفوا عندنا راح نحطوا الصاع البروكلي تاعنا يطيب، تغسلوه تنقوه تعفو يعني عادي، ماذا بينا يعني لو كان يعودوا هكا الزهرات صغار خير، يقولك احسن على باش تجي كعبه صغيره تجي مقرمشه هك العجينه تغلفها، بس الكبار انا دوك نطيبهم كبار باش ما بعد ما يطيبوليش. كيما نقولوا كان حتى يطيب ما يفسدوش، وقطعهم كان حبيت على زوز وخلاهم هكا. هما هذوما الملاح يعني الصغار، هادو هما الملاح اللي يجيو قد هادو روعه، هادو يجيك هايلين. العكس الكبار ما يجيوش، تجي البروكلو اكثر من العجينه. المهم لا كيما يقولوا حطيت ريشه ترند وراح نكمل الماء هذاك بالحليب. البنات ها نغطيه بالحليب وكي يغلي نحط الملح. كاين اللي يخلي يغلي الساع ويحط الخضره تاعو الاخر، حتى شي نورمال عادي يهز الغليه مع بعضها نربحوا الوقت. كي ديروا الحليب حتى لون القرنبيط يقعد لكم ابيض، ها يجيكم ويمتص الروائح مع الرند. اللي حب يزيد شوي كمون انا قلت ما نزيدش يعني باش ما ها هي من بعد كي يبدا يغلي عليه الملح يعرق شوي الغليان، نحط له شويه ملح وخليه يغلي حتى يطيب. ما تخلوش يطيب خلاص، دوك نزيد له شويه حليب. ها هو زدت له الحليب نحطه يغلي ومن بعد نديرو الخلطه تاعو كي يطيب. تخلوه يسقطر مليح البنات في كسكاس، نحوه بالصفايه هذيك وخلاص. هو القرنبيط من الاحسن البنات ناكلوه في وقته، خاطر مسحه يعني كي يتجمد يجي شويه ماشي يعني الحصله برك هكا الحساء يمشي امره كيما يقولوا عادي، راح يترحى ما يبانش. بصح للقلي هذاك جديد احسن، ما كاش كي جديد طبعا يعني. هذه هي للحساء برك تقدروا كي تكونجليوه تشوفوا الطريقه تاعو الصحيحه وكونجليوه، بصح ماشي مده طويله للموسم برك كي تسحقوه. هذه هي وفرات، بصح الماكله كلوه جديد خير، تستنفعوا بالفوائد تاعو يعني بالفيتامينات. شوفوا البنات قرنبيط تاعنا طاب وصفيناه، ها هم تخلوش يطيب بزاف. هنايا عندنا حوايج عاديه يعني، عندنا هنايا مازال طاحين الساع بعقلو، هنا شويه ليمون راح نديرو برك باه الخليط تاعي الاخضر هذو الاعشاب ما يسوادوش برك يبقاو لونهم خضر هاك مزهزه زاهي. سنينات ثوم عندنا هنايا، دبشه كزبره وشوي بقدونس. طبعا اخرين كان ما يديروش بقدونس خلا يديروا غير كزبره وحوايج خلا. حنايا ملي خلقنا يعني ملي نعرف صلاحي الامهات تاعنا خي هنا في الجزائر نديروا البقدونس مع البروكلو القرنبيط، وفي دول الخلاف ما يديروش، كل واحد حر يعني في بلادو طريق طيابو، وحنا وكل واحد عاد ياكل الاكله تاعو هو، ما نتاقدوش بعضنا كل واحد كيفاه. كيما يقولوا كيما يقول بابا ربي يرحمه اليوم ذكرتو، كل بلاد ورطالها كل بلاد كيفاه الطيب. المهم بالنسبه للطبخ عندنا هنا قزبر بسم الله راح نرحوه، بقدونس انا ندير فيه، احنا هنا في الجزائر نديرو، عندنا سنة ثوم، شوية تاع عصير ليمون يعني من عندي انا برك باش يجيني ما يفسدليش الخليط تاعي، عندنا شوية ما نرحو به الخضرة هذه. اليوم راني بنات صوتي متغير مريضة السعلة سمحوا لي، قلت لكم خاطر كاين اخرين ينتقدوا احنا ما نديروش كذا وما نديروش كذا في كذا، كل وحده تفهم مالها طيب وكل وحده وبلادها. ما يا اخي كل واحد وطبخته، كل واحد عاد ياكل الطبخ هذيك هو يعني، عجبتك ديري ما عجبتكش ما ديريهاش وخلاص. بسم الله نرحيو ها الخليط تاعنا رحيناه. شوفوا البنات هنا نحطوا نص كاس ماء نزيدوه مع ذاك اللي درنا تاع الحشاوش، باش كي نحطوا الدقيق تاعنا ما يتكتلناش. ديما ديروا الخطوه هذه، ما تحطوش الخليط الناشف قبل سنولي لكم هنا ما كعابر. نحطوا ملح حسب الذوق ها هي. شوفوا البنات نحطوا شويه بيكربونات على راس المغرف، هي بيكربونات احسن من لا عندكم ديروا ملعقه هك صغيره احسن من بيكنج باودر، راح نزيد شويه هك خاطر كي تكثر نص ملعقه تاع القهوه صغيره
خاطر كي تكثري قولي ملعقه صغيره. مهم لك درتو بيكربونات ديروا وحده تاع قهوه وخلاص صغير. تخلي الزيت تشرب لك يشرب لكم الزيت. عندنا 3 مغارف نشا باش يجينا مقرمش. ها زوز درت الاولى 3 معمرين مليح. نحركوا الساع باش ومن بعد نزيدوا التوابل. ها هو نحركوا. شوفوا درك ها كيفاه ما يديرلكمش هذاك الدقيق اللي تلقاوه كعابر لداخل. ها هي شوفي درك نزيدوا الماء ونزيدوا التوابل. حطوا التوابل تاعنا البنات. عندنا كزبره هذا كمون. روحوا كيما يقولوا روحوا الكمون قرنبيط. عندنا كركم حطوا له شويه باه يعطينا لون باهي مع الاخضر شويه برك. فلفل اسود انا نحط حنا قلت لكم نحطه هنايا راح نحط شويه برك. ها هو يجي بنين مش راح يفز الطبخه. الطبخ تعرفوا ماشي قرا كيما يقولوا قران ولا رياضيات ولا كيما تحبي. مهم ما تكثريش برك وما ديريش حاجه خارجه عن الموضوع. هو الرسمي فيه الكزبر والكمون هذه هي القرفه ما نديروش هذيك الامور. الاحمر والاخر لا حبيتو تحمروه ديروا. كل واحد وذوقنا. طبعا نحب التغيير ماشي لازم نقعدوا في نفس الوصفه والو. الناس عاد تحب تغير في الوصفات تحب الجديد ديما. احنا ماذا بينا كل مره نديروا لهم الجديد وهم يحبوا يتمسكوا بالقديم ربي يسهل عليهم. الله كي ما يقولوا كل واحد حر في برمته. المهم قلنا انا درت شويه فلفل اسود شويه كمون شويه كزبره شويه سمولي كركم راح نزيد شويه زنجبيل. طبعا راح يعطيو اذواق يعني هاي ما نكثروش برك. وتعرفوا دواء توابل دواء. نزيدوا الماء البنات دركا نخفوه شويه ونشوفوا. قلنا لي حب الهريسه يدير الحار. تفكرت قرن فلفل بس خفت ترفرموه مع الخضر اخضر ولا احمر ولا تجيني حاره. انا ما نكذبش عليكم عندي ولدي ما يشتيش الحار. شوفوا راح نحط مغرف صغيره هريسه ها باش ديرنا البنه وتكسر لنا اللون برك. واللي يحب اللون تاعو هكا ثاني هكا ما اثرش يعني صغيره. ها الخليط تاعنا تحصلوا على خليط كيفاه يلصقنا على الحبه تاعنا. وخلاص فرغوه. شوفوا البنات الخليط تاعنا ها هو. كاين البنات يديروا فيه مياه غازيه. انا ما عنديش كيفاه يسموها الفيشي تشري قرعه وتقعد. الفيشي هذاك مياه غازيه بلا ذوق تحطي في مع الماء تخلطي مع الماء يقول لك يعطيك اقر ما شاء اكثر يعني. ها هكا وتقلي ولا وزيدوا نديروا خليط طبعا اخر. شوفوا البنات هذا الخليط كون يقعد لكم ما تخافوش. غدوه هذيك شرشموا شويه بطاطا. انا ما كفاني ما عنديش البطاطا كون انا درتها لكم. تسلقوها ما تسلقوهاش خلاص حتى تطيح. تقصوها على اربعه تسلقوها بقشورها ومن بعد تتلوحوها في الخليط هذا وتقليوها كش نهار ان شاء الله تولي هكا كش وصفه. المهم خير ما يقعد لكم تجيكم روعه. ديروا لها نفس الخطوات تاع البروكلو. نعودوا دركا البنات للخليط الدقيق. عندنا هنايا كوب دقيق ناشف. قلت لكم البنات عندنا كوب دقيق هذا للترميد نرمدوا فيه البروكلو. كوب دقيق عندنا التوابل عندنا نشا. نزيدو نديرو هنا مع كوب دقيق ملعقتين نشا ولا بيجينا مقرمش. هاهو هاهو ولا ملعقتين 3 ملاعق كيما حبيتو يعني 3 من 3 ما تفوتوش. عندنا شويه زنجبيل شويه فلفل اسود شويه كركم وشويه كمون وشويه كزبر كزبر ملح. نحركوهم وشويه تاع خميره تاني بصح ما نكثروش. ولا نقول لكم البنات انا ما نديرش فيه الخميره درت في الخليط بزايد خاطر الخميره هي اللي قادر تخليه يشرب الزيت بزاف. هكا برك هذا القرمشه وفرات. نحركو يتسمى كيما هكا. درت لكم قرنبيط في البيض نهار درت لكم قرنبيط هذاك بالصوص بيشاميل الطريقه تاعو. درت لكم هذا بناشف يعني تاع الخلطه تاعو
شوفوا البنات التدبير هذه تاع الزيت، شتي هذه اللي نحيوها، هذه راهي عندها خدمتها هنا، تلوحوها هكا في الشقات هذوا هكا زوج شقات كيما هكا، وتخلوها كي تصبوا الزيت راهي تحفظ لكم على الزيت، فهمتوا؟ ها تصبي الزيت هاي، تصبي يجي كيصيح بشويه كي شغل تبوشي البوشون الفم تاع القرعه. المهم تغلقوا بها كيما هكا، نعرف العكس ولا اني درتها قبل الزيت كيما هكا. المهم تلوحوها كلها هكا تولي شوفوا تسيح لكم شويه برك. ونهزوا الخليط تاع الحبات تاعنا هكا عادي، سقطر هكا شوي ونحطوهم هنا كيما هكا. ها هي ندخلوا فيها مليح هذه الخلطه، خليها شوفوا كيفاه قعد الخليط تاعنا اخضر. خاطر ثاني من البيكربونات، بيكربونات اللي زدناها مع الدقيق تعطيه لون يبقى ما يسودش. ها كيما هكا زيدوا تسطر زيدوا تحطوها ها هي كيما هكا، وتمرغدوها بالدقيق هذا ها هي كيما هكا، ونقليوها. عمليه سهله درك نقلي انا، ندير هكا زوج حبات ونقليوهم زين نكمل الاخرين. ها هم بسم الله ما تحركوهاش البنات حتى تحكم روحها خلاص. ها هي نقلبوا الحبات البنات اللي طابوا، ما قلبتهمش حتى انا. شوفوا اللون تاعهم بين الزار جاو زار بيستاش روعه، ما تبانلكمش مليح الكاميرا قعد اللون تاعهم مع الليمون والبيكربونات روعه. ها خليو يتحمروا مليح هاو البروكلو تاعنا القرنبيط الشيفلور متعدد الاسامي. وصفه اقتصاديه لكن رايي بصراحه انا عجبتني طالبيض. نعتمد طالبيض ما نكذبش عليكم، دير زوج بيضات ونخلطهم بالماء والفرينه احسن ما هذه، يعني كل وحده ورايها. انا عجبتني طالبيض وخلاف البنه وكل شيء. هذه هي اللي ما عندوش دي بان يروحوا بهذه يا كيعود حاصل هكا وخلاص. هذه بقاو على خير وفي وصفة أخرى إن شاء الله.